أختاه الرمت الوصول لجنة فيها الخلود ونظرة الرحمن، فعليك تطبيق الشريعة دائما في أي شأن أو بأي زمان. ماذا دقاك فتسمعين نعيقهم ولديك صوت الحق في الفرقان؟ لوذي به عنه لا تتحولي، لا ليس يعدله كتاب ثاني. الله أعطاك الحياة تكرما فعلى ما تذهب في هوى الشيطان. إن لم تسيري في الحياة مع التقى ليكن ضياع الأمر في الحسبان. أختار في قاصر الربا فداني، هيا اسمعي للنصح في إمعاني، وتأملي بنصيحتي وبها عملي تجدين طعم حلاوة الإيمان. قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.